احنا الدولة مستعدة، اذا قررت نستضيف عدنا الهياكل والامكانيات لاستضافة كأس العالم وليس فقط كأس افريقيا. بنز دايرها بالعقل شوية ناقص ناقص تسخن لك فرفة على دروك تبدا طرش. اوكي ماش كاس العالم، كاس افريقيا، عندنا امكانيات اننا نستضيف كاس افريقيا، الدولة مستعدة، ولكن اذا قررتم ما تستضيفوش الله يسهل لكم، هذا حتى قراركم. انا نظن هكذا الرئيس يقول له، لانه ما نظنش الرئيس يدخل في امور ما يعرفهاش، يعني يعطي رايه ممكن. لكن قرار انسحاب الجزائر من التصويت يوم او يومين قبل التصويت قرار صائب. لماذا؟ لانه المعلومات المتوفره حسب الكواليس، انا قلت لكم خاطيني البلوطه، خاطيني البلوطه، لكن نسمع نعرف ناس اللي نتناقش معهم ونقصر معهم. المعلومات اللي عندي وعند كثير من الجزائريين هو ان اتحاديه البلوطه الافريقيه في الكواليس تم الاتفاق على منع المغرب تنظيم بطولة أو كأس 2025 ومنع السنغال 2027، يعني من قبل الكواليس متفقين أنهم 25 يعطوها المروك 27 يعطوها السنغال، هكذا متفقين. الجزائر كانت خارج الحساب، يعني هتدخل غير بلا طاي، يعني تسمى نروحو نطيحو برواحنا. إذا تكتيك سياسة البوليتيك تاع البلوطة فيها فايدة. إذا قبل ما تتغدى بيا أو قبل ما تتعشى بيا نتغدى بيك. أنت معول تخرجني صحراء وندخل ونروح نحضر ونصفق وكذا، وأنت راك مخيطها مع الأقجع تاع المراركة، مخيطها باش تخرجونا صحراء. إذا احنا نخرج لكم العيب ونقول لكم ما نقبلوش. أنا بالنسبة لي هذه سياسة تكتيكية حكيمة ذكية، عكس خبراء البوليتيك اللي ورطوا الرئيس في البريكس. لأن الخبراء والمستشارين اللي طبعوا الرئيس وقالوا له قول رايحين للبريكس، قول رايحين للبريكس، قول رايحين للبريكس، كانوا بحاجة إلى خبراء تاع بلوطة، لأنه ظهر أن المستشارين تاع البلوطة، وهنا نقولها بكل صراحة، روروا خبير يعرف جيدا كواليس البلوطة الإفريقية والعربية، وهو من أكبر الداعمين ومن أكبر المساعدين لرئيس الاتحادية الحالي اللي هو وليد هذا الصادي تلميذه. أنا نقول أنه اسمه وليد صادي يستشير معلمه وأستاذه، يعني الخبير اللي هو روراوة. روراوة يقول له ماكش راح يتدوها السعر. لو الرئيس تبون عنده خبراء ومستشارين مثل روراوة يكرنا بس علينا. إذن وش رأيك تبون؟ تخيرك شمال زوجة ثلاثة روراوات تاع السياسة تاع البوليتيك كما تاع البلوطة، يعني نحن بحاجة إلى روراوة سياسي، لأن روراوة تاع البلوطة محنك ويعرف جيدا تخطيط ويعرف جيدا كيف يتعامل مع مواقف مثل هذه. لأنه احنا لو شاركنا وبقينا مشاركين في الاقتراع، يعني قدمنا طلب استضافة الكاس ما يعطوهناش، البطولة ما يعطوهناش، لأنه هم متفقين. لماذا؟ لأنه لقجع عضو في الاتحاد الدولي والاتحاد العربي والاتحاد الافريقي، يعني باربو وعنده كواليس وعنده جماعته وعنده خيوطه. الجزائر ما عندهاش، ما عندها في الاتحاد العربي، ما عندها في الاتحاد الافريقي، ما عندها في الاتحاد الدولي. الاتحاد العربي نظن مازال روراوة عضو او نائب رئيس، ونظن كملت العهدة تاعه الله اعلم. لكن الاتحاد الافريقي ما عندناش، خسر زفزاف، وهذا من بين الاسباب اللي خلته يستقيل، انه خسر المقعد نتاعو في الاتحاد الافريقي. الاتحاد الدولي ما عندناش، بينما المغرب عندهم عضو في الاتحاد الدولي اللي هو لقجع، عضو في الاتحاد العربي، عضو في الاتحاد الافريقي، ومن بين الاعضاء المؤثرين البارزين، يعني عنده خيوطه وعنده جماعته، يعني يقدر يربح 5 و6 اصوات في المكتب التنفيذي. وبالتالي كانوا رايحين يخرجوا الجزائر صحراء، وبعد نقولوا نعضوا في سنينا ونقولوا خسرنا البريكس وخسرنا كاس افريقيا. اذا لا، ما لازمش تحشانا كما البريكس. الان التكتيك السياسي نستعرض بهم جماعه البلوطه، قال انا نتغدى بيه قبل ما تعشى بيه، تبعول
خرجني صحراء، انا اقول لك ما ننظمش، انا من ننسحب، ما نحتاج لا 2025 لا 2027. اولا لانك معول تخرجني صحراء وتضحك عليا لزناش، اذا انا نضحك عليك لزناش ونقول لك تبقى على خير. ثانيا حتى اتفرغ لاعاده تنظيم الزريبه تاع البلوطه، لانه فيه فوضى وفيه مشاكل وكذا كذا. الان رئيس الاتحاديه واعضاء المكتب الاتحادي امامهم وقت وامامهم فرصه وامامهم امكانيات لاعاده ضبط الساحه. نعم، حتى باش ما يكونوش مشغولين بالكاس الافريقيه ويقولوا التيم بالتحضير الملاعب وتحضير، لا الان ما عندنا حتى ضغوط، ما عندنا حتى مشاكل، ما عندنا حتى ضغوط، ما عندنا حتى التزامات. التزامنا الاكبر وهو اعاده ضبط الامور على مستوى الساحه الوطني، والتفكير في تاسيس فريق قوي يشارك في بطولات، طبعا يعني تقويه الفريق الوطني للمشاركه في المنافسه القادمه في سواء في المغرب ولا في غيرها. بالرغم من اني قلت لكم انا وصلتني معلومات من المغرب انه في حال تنظيم كاس افريقيا في المغرب، لقجع حاب يلعب اللعبه، ادوها من عندي، حاب يلعب اللعبه انه يطيح الجزائر تلعب في مدينه العيون، ويحطونا امام امر الواقع، يقول لك روحوا تلعبوا في مدينه العيون. هم يقولوا مدينه العيون مغربيه، احنا نقولوا مدينه العيون صحراويه، مدينه العيون صحراويه محتله. اذا الفريق الوطني الجزائري اكيد راح يرفض، منطقيا سياسيا يرفض انه يلعب في ملعب محتل، اراضي محتله. اذا في الحاله هذه رايحين يديرون عقوبه، قال تلعبوا والله. لكن احنا درك الان كما يقول لك المكتب الاتحادي الجديد وراورا وربي يطول في عمره، ان شاء الله ان شاء الله نتمناو انه يكون فيها تكتيك، يكون فيها يعرف لهم راورا، يعرف لهم اللعبه نتاعهم كيفاش هي، يريق لهم كورتهم. اوكي البلوطه عندي واحد الخبر فيه الان في وزاره التعليم العالي. وزاره التعليم العالي كاين واحد الثغره راهي صرات خطيره وخطيره جدا، ومانيش حاب نسيس الامور لكن هما سيسوها. تعيينات في جامعات ومعاهد، اساتذه محسوبين على التيار معين بدون ما نسمي، على بالكم واش نقصد. كاين الان تيار معين يسيطر على وزارة التعليم العالي. هل وزير التعليم العالي متواطئ وتلقى ضغط او ايعاز انه امشي في هذا الطريق، ام مغلوب على امره ما على بالوش ولعبوا له اللعبه موراه؟ لانه التعيينات اللي صارت خلال 24 ساعه في معاهد وجامعات وتعيين بعض الاساتذه كمدراء لهذه المعاهد والكليات، كلهم من تيار واحد ومخرطين في حزب واحد وتحت مظلة اتجاه سياسي واحد. إذا أنا اليوم أنبه وأحذر، لأنني في فيديو قادم بإذن الله إذا كان ما داركتوش الأمر، مضطر أنني ننزل الأسماء وننزل السي في تاع كل واحد تم تعيينه. جبت لكم السي في تاع كل واحد من نهار اللي زاد لليوم، وين كان منخرط، وين كان معتقل، وين كان كذا، وين كان معتقل. نعم،